يا بدردر يا بدردر يا جميل، صباح الفل يا جميل. بدريه بدريه، الله مش هتحقني على تيفا حبيبك يا بدريه؟ حبيبك هيكم؟ لا ده كده كتير يا بدريه، بقالك فتره قافله مني. لحد امتى؟ لحد ما تتنيل تبطل الهباب اللي انت بتضربه ده. يا راجل يا مفتري، بص لنفسك في المرايه وشايف منظرك بقى عامل ازاي. ماله منظري وماله يا اختي؟ منظري دوت من اهمالك، انت اللي وصلتيني لكده يا بدريه. لعلمك انا ما بستحماش بالجمعه لاجل ما ريحتك تفضل فيا وشماها. بحبك يا بدريه، بحبك. يا توفيق، ده انت عايش في وهم. يا نهار اسود، اغنيها له دي ولا ايه؟ يا راجل يا راجل، ده كل الناس عارفه انك انت مدمن. يا مدمن؟ ما تقوليش كده، انا مش مدمن. مش عشان بضرب فول حراتي كتير ابقى مدمن. انت فاهمه غلط الكلام ده. في الكوسه، في الطماطم، الحراتي عايز لي بتاع 10 فدادين عشان اوصل للادمان يا بدريه. لا، مدمن مدمن فول حراتي، وكل الناس عارفه واقولهم اخواتك. اخواتي؟ اخواتي عارفين وبيقولوا عني كده؟ وانت ايه اللي دخلك بينك وبين اخواتي؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ نسيتي انا جايبك منين يا بت؟ ده انت كنت بتلعبي قرود انت وابوك وامك على محطه القطر. يا بدريه يا شيتا يا شيتا، وجبتك عيشتك في حديقه الخالدين. احمدي ربنا على النعمه واسحي لنفسك يا بدريه، اسحي وفوقي. ها، وبعدين اخواتي اللي انت فرحانه بيهم دول، انا المخ المدبر. انا زمان قبل ما ربنا يبليني بالفول حراتي كنت بضرب حرنكش، وانا اللي كنت بعمل المشاريع وهم اللي ينفذوها يا بدريه. مش ليه ينفذوها يا اخويا؟ ينفذوها؟ انت بتذلني يا راجل، بتذلني باللي انت معيشني فيه؟ نهار اسود، انزل انزل لي كده اشتغل، انزل لي كده اشتغل بدل ما انت قاعد في حضني زي الوزه. لا انت كده زودتيها قوي. لا يا بدريه، انا مش وزه، انت عارفه ان انا اسد، ومش اي اسد، انا عصب. انا عصب يا بدريه، انا عصب يا بدريه. عصب؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الحقيني فلاه يا بدريه، الحقيني فلاه. يلا يا بتاع الحباية. لا، الفولية فيها 3 حبايات، هاتي واحدة بس يا بدرية، هاتي واحدة. بوس ايدك. طب اقول لك، قولي لي فول حراتي في ودني، قولي لي في ودني فول حراتي. قولي ربنا يخليك ليا يا بدردر. احنا اجتمعنا النهارده يا اخوانا لان انا واخويا الحاج محمد وزوج شقيقتي قررنا بصفتنا اعضاء مجلس ادارة المؤسسة إننا نفتتح خط ونشاط جديد للمؤسسة بجانب نشاط التجارة في المواشي واللحوم. الله 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 يا حاج أحمد. قوم 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 يا محمد، قوم يا محمد، قوم قوم. كل لحمة ومشاريع من ورايا. أنا الكبير هنا وأنا اللي هي الكلمة العليا. يا أهلا وسهلا يا حاج، يا خطوة عزيزة. ايه الخطوة عزيزة دي؟ جايلك من بورسعيد انا ولا ضيف انا في المؤسسة يا حاج احمد؟ انت بتصغر لي ليه يا محمد؟ ما تستهدى بالله يا حاج توفيق، مالك داخل علينا كده متزرزر؟ لا انا متزرزر ولا مش متزرزر، وتكلم معايا عدل. انا اخوك الكبير، ما تنفيش ليش كتافك يا محمد. انا بقول اهو. طب لو سمحتوا يا جماعة سيبونا دلوقتي لوحدنا بعد اذنكم. بس ثانية واحدة، اقعدوا. انا اللي اقولها، لو سمحتوا يا جماعة سيبونا شوية لوحدنا. ايوه كده، ايوه كده، ايوه كده. جرى ايه يا حاج؟ هي بدرية فاعتنا زر من بتوعها ولا ايه؟ جرى يا حاج احمد، بابا اسمها الست بدرية، دي مراتي وتتكلم عليها باحترام. ما تفورش دم يا حاج احمد. لسه بتضرب الفول الحراتي ده برضه يا حاج؟ ولا بطال، واخده مسلوق ومشوي. ليك شوف في حاجه ولا مالكش؟ انا المشاريع دي كلها هلغيها. ايه راي الساده الحاضرين؟ مين؟ ايه الناس كلها خرجت يا حاج توفيق؟ برضه يردوا عليا يا حاج احمد. هدي انت بس اعصابك كده وانا جايب لك حاجه زي الفل اورجانيك. مين وحيد القرن ده؟ ده جوز اختك يا حاج. جوز هو انت جوزت اختي من ورايا يا حاج احمد؟ وانا مت خلاص يا حاج احمد. فول حراتي فول حراتي فول حراتي. ماشي ماشي
من النهارده كل اللي في المؤسسة أنا اللي هديره. خلاص؟ يلا وحيد القرن، عايزك في كلمتين. يلا بينا. يلا يا حاج. أنت مزعلني يا محمد وبتنفش لي كتافك وبتصغرني. الله الله الله، اهدى يا حاج. يا هو ما اهداش أنا أخوك وربنا كله وإدنك يا محمد. خلاص يا حاج، هدي نفسك. ما يستاهلش. خلاص يا حاج، أنت بتاخد البنية من غير رد فعل. خلاص. واثق في نفسك قوي، بديله بالبوكس وبيزل دماغه. ماشي مؤاخذة يا حاج، كانت هتيجي فيك وانت اخويا الكبير. الكبير ايه يا حاج؟ انت نسيت ولا ايه؟ انت الكبير. هو انا الكبير؟ ايوه. يبقى هضربك يا حاج. مش كده يا حاج، هضربكوا كلكم. يا حاج مش كده، انت بتصغرني ليه يا محمد؟ يا محمد ما ده بيفور لي. معلش. طيب دور على طاقيتك بقى. خلاص يا حاج، اخوك الصغير. معلش.